صراحة هذا الانتصار هذا كنبغي نهديه للجمهور سكينة طنجة اللي صراحة ما بخلش علينا بالتشجيعات وجا ساندنا حتى المقر الإقامة. الحمد لله كنهديه لجميع مكونات طنجة كيف ما قلت، العائلة ديالي، اللاعبين اللي قاموا بواحد المقابلة صراحة رجولية وقتالية. هذه المقابلة صراحة غادي تعطينا واحد الحافز معنوي كبير باش اننا غادي نشوف هذا المسار الايجابي ان شاء الله. وصراحه كيف ما جميع التصريحات ديال الاجر التوفيق تنقول صراحه ان حشومه هذا النادي هذا يكون تيلعب في هذا المكان هذه ما لحقش ماشي المكان ديالو. الحمد لله صراحه من بعد هاد تخطينا هاد الترتيب هذا اللي كان صراحه كيشكل علينا واحد العبء واحد الضغط، فدابا الحمد لله غنحاولوا نخدموا ونصحوا الاخطاء ديالنا ونحاولوا ان شاء الله باش نمشيو في المسار الصحيح ان شاء الله.